أيضا نتحول إلى أحمد بتساؤلي عما يحدث في لبنان، وفي آخر المعلومات أن ما تم استهدافه قاعدتين عسكريتين للمرة الأولى للمحتل الإسرائيلي من قبل حزب الله بمسيرات، وأيضا استهداف للعديد من المستوطنات، ولم يتوقف الميدان وهذه المواجهة ما بين حزب الله والمحتل الإسرائيلي. آخر ما لديك من أخبار أحمد؟ نعم، بالفعل 33 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني تجاه مواقع وأهداف عسكرية إسرائيلية على مدار الساعات الماضية، من بينها كما ذكرت بالفعل أهداف في جنوب تل أبيب تستهدف لأول مرة. آخر هذه الأهداف موقع عسكري إسرائيلي في جنوب تل أبيب تم استهدافه قبل قليل بسرب من المسيرات الهجومية، كما تم استهداف قاعدة حيفا البحرية أيضا بسرب من المسيرات الهجومية، وسبق ذلك استهداف قاعدة عسكرية بحرية تستهدف أيضا لأول مرة، وهي قاعدة ستيلا ماريس التي تم استهدافها برشقة صاروخية، علما بأن هذه القاعدة تعد من القواعد الاستراتيجية البحرية أو المتخصصة في المراقبة البحرية، وتقع في شمال غرب حيفا. فبالتالي هناك تصعيد كبير من قبل حزب الله من الجنوب اللبناني وسط كثافة نارية كبيرة، تزامنت مع استهداف أكثر من 12 مستوطنة في مناطق خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينها مستوطنات في عمق المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى استهدافات لتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينها استهداف لتجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الرأس اللبنانية، حيث كان هناك تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار العملية البرية في المنطقة الشرقية من مارون الرأس، وتم استهداف هذا التجمع 4 مرات. كما تم رصد تحرك لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة كفر كلا الجنوبية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني ومستعمرة المطلة الإسرائيلية، وتم استهداف هذا التجمع برشقة صاروخية. مستعمرة المطلة تم استهداف دبابة من طراز مركبة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، كما تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال وسط سلسلة من العمليات المستمرة والمتواصلة من الجنوب اللبناني. في المقابل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي واحدا من أوسع الهجمات أو واحدة من أوسع الهجمات على مختلف المناطق في لبنان، سواء في الجنوب اللبناني أو الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي تعرضت بعد عصر اليوم إلى سلسلة من الهجمات ربما بلغت 8 غارات جوية إسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى مدينة بعلبك ومدينة الهرمل التي شهدت قبل قليل سلسلة جديدة من الغارات الجوية الإسرائيلية في هجوم واسع، ربما هو الأوسع منذ أيام ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن على مختلف المناطق في لبنان، والذي أسفر حتى الآن عن سقوط 10 الشهداء والجرحى جراء هذا العدوان الواسع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم أحمد، قبل أن نتحول إلى دانا أيضا بتساؤل، أريد أن أقف معك فيما يتعلق بهذا الهجوم الأوسع، ومن ضمنه كان هنالك استهداف أعتقد لمناطق في العاصمة بيروت. سؤالي هو إن وصفنا بالميدان وما يحدث، أين أصبحت محاولات المحتل الإسرائيلي في الدخول برا أو العمليات العسكرية البرية للمحتل الإسرائيلي؟ هل باءت بالفشل بمضمونها بجوهرها بتوصيفها كما يتم تواردها ضمن الأوساط اللبنانية وأيضا حتى الأوساط الإسرائيلية؟ نعم، على مدار ما يقرب من 35 يوما على العملية البرية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت هناك محاولات للدخول من 12 بلدة لبنانية على طول الشريط الحدودي، سواء في القطاع الغربي للجنوب اللبناني أو القطاعين الأوسط والشرقي للجنوب، وباءت جميع هذه المحاولات بالفشل، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاستحواذ على أي من البلدات بشكل كامل أو الوصول إلى التلال الاستراتيجية الحاكمة في هذه المناطق، والتي يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي حال الاستحواذ عليها أن يكون كاشفا لعدد من البلدات في الجنوب اللبناني أو يستطيع التحكم في هذه المناطق. وكانت هناك مقاومة شرسة في الجنوب اللبناني لهذه المحاولات للتوغل والعديد من الأكمنة التي أسفرت عن سقوط عدد كبير ربما 10 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلى جراء هذه العمليات، والمئات جرحى جراء هذه العمليات أيضا
فضلا عن تدمير أكثر من 45 دبابة من طراز مركبة وعدد من ناقلات الجند وعدد من الجرافات أيضا في هذه البلدات وفي هذه العمليات البرية التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في الجنوب اللبناني. هذه العمليات والمقاومة أجبرت جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من العديد من البلدات اللبنانية، وربما هناك عدد من التجمعات مثل التجمع في مارون الراس الذي تم استهدافه قبل قليل، ومثل أيضا تحركات في كفر كلا، ولكن هذه التحركات تكون خلسة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث تقوم فرق بالتسلل إلى هذه المناطق، وحال رصدها يتم استهدافها بالقذائف المدفعية أو أيضا القذائف الصاروخية. لكن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب هو تفخيخ العديد من البلدات اللبنانية وتفجيرها بشكل كامل، وربما كان آخر هذه العمليات ما تم في ميس الجبل على مدار الساعات الماضية، حيث تم تفخيخ آخر أحياء ميس الجبل بالكامل وتفجيره بشكل متزامن، مثل ما حدث أيضا في العديد من البلدات سواء في عيطرون أو في بليدة أو محيبيب وعدد من المناطق الأخرى في مختلف المناطق اللبنانية. فربما جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج في هذه الأثناء سياسة الدمار الشامل والأرض المحروقة وإحداث دمار شامل في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني، وإسقاط عدد كبير من المواطنين بين قتيل وجريح جراء هذه الأعمال على مختلف المناطق في الجنوب.